أسعد الله أوقاتكم. بعد استراحة قصيرة أعود لحلقات جديدة، شاكرا كل المتعاطفين والداعمين للقناة والمعلقين والمصححين بتعليقاتهم وتنبيهاتهم الجميلة لإعادة البحث فيها. وتمشيا مع رغبة العديد من المعلقات والمعلقين، أخصص حلقة جديدة للمناضل اليساري مومن ديوري، أشرس المعارضين لنظام الحسن الثاني. فقط للتوضيح، أركز في هذه الحلقات على علامات مضيئة ونقط أعتبرها أساسية دون الالتفاف كثيرا أو الغوص في الكثير من التفاصيل والتدقيقات الجانبية. مومن ديوري طبعت معارضته بعمق ثقافي كبير ونهج ماركسي وعقل نقدي وتجربة حياتية بالطول والعرض، بدءا بلقائه برفاق المهدي بن بركة وعمر بن جلون والبصري واليوسفي وشيخ العرب وبن بلة وتشي غيفارا. وهو صديق عزيز للثورة الجزائرية والفيتنامية والكورية، وهو كذلك مناصر كبير لأفكار حركة التحرر العالمية. من يكون هذا الرجل؟ وما هي المراحل الأربع التي طبعت حياته؟ ابقوا معنا حتى نهاية الحلقة. في البداية يمكن تقسيم محطات مومن ديوري إلى أربع محطات أساسية. المحطة الأولى، فمومن ديوري من مواليد 1938 بمدينة القنيطرة، وهو سليل عائلة مناضلة. اختار له الأب محمد الديوري المجاهد الكبير اسم مومن تجسيدا لما يحمله الاسم من رمزية تاريخية من معاناة المغاربة مع سجن علي مومن أو عين مومن كما هو مشهور على المستوى الشعبي. سيسجن والده للمرة الثانية في سجون تامي القلاوي، وسيتم مقتله داخل السجن، مما سيشكل نقطة تحول كبرى في حياة الطفل مومن ديوري، على اعتبار أن والده من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال 11 يناير 1944. وبهذه القناعة الراسخة سيقتفي مومن ديوري الطفل آثار والده الفكرية والتنظيمية في مجابهة الاستعمار وأشكال الظلم الاجتماعي، وسينخرط مبكرا في تنظيمات حزب الاستقلال التي سيغادرها مبكرا أيضا إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بفكر جديد في مواجهة الاستعمار وعملائه وأدنبه وأدواته ومخططاته. ومن الموقع الطلابي خاض مومن ديوري كفاحات متعددة الأوجه منذ التحاقه بباريس سنة 1957، ثم عاما بعد ذلك بسويسرا لدراسة العلوم السياسية. وفي هذا الإطار وبتوصية من المناضل المهدي بن بركة سينخرط في صفوف الثورة الجزائرية. وفي هذه المحطة ستصقل مهارات مومن ديوري السياسية بلقائه بالعديد من القادة والزعماء الكبار، والوقوف كذلك على العديد من التناقضات والمفارقات. وسيعود إلى المغرب عام 1962 لمرحلة ثانية وجديدة. في المرحلة الثانية سينضم مومن ديوري إلى حركة شيخ العرب وأمسليل إبراهيم الملقب بالحلاوي تحت شعار لا سبيل لإصلاح النظام الإقطاعي والرجعي بل لا دواء له غير زواله، كما جاء في البيان 17 الاتحادي. في ظل هذه الأجواء المشحونة تم اختطاف مومن ديوري كما الآخرين
سنة 1963، وبعد التحقيق معه من طرف أفقر من طبيعة الحال والكاب أن في الدكنة العسكرية بالقنيطرة، سيتم نقله إلى المعتقل السري دار المقري، حيث مورس عليه أشد أنواع التعذيب لحمله على الشهادة ضد بن بركة ورفاقه فيما يعرف بمؤامرة 1963 ضد النظام، وسيحكم عليه بالإعدام. وبعد الانتفاضة الشعبية في 23 مارس 1965، سيضطر النظام إلى إلغاء أحكام الإعدام وإخلاء سبيل المعارضين السياسيين، ومن بينهم من طبيعة الحال مومن الديوري. خرج مومن الديوري ليجد صدمة كبرى أمامه، رفيقه شيخ العرب قتل، واختطافه واغتياله المهدي بن بركة 26 أكتوبر 1965. خلال هذه المرحلة نزح إلى الحب وتزوج بالمخرجة السينمائية فريدة بليزيد، وأنجب منها بنتان عايدة وكنزة. وفي توتر العلاقة بين المعارضة ونظام الحسن الثاني وتوالي المحاكمات وازدياد شبح سنوات الرصاص، قرر مومن ديوري الإفلات والرحيل إلى فرنسا قبل أن تصطاد المقصلة عمقه السياسي، ليبدأ في مرحلة تاريخية في مرحلة ثالثة أكثر نضجا وأكثر عقلانية. في هذه المحطة الرابعة سيعود مومن ديوري في إطار تلطيف الأجواء السياسية والتوجه الجديد لاحتواء المعارضين في بداية التسعينيات، أو ما بات يعرف في إطار المصالحة الوطنية وجبر الضرر والمسميات الكبيرة لهذه المرحلة وبداية الإعداد للتناوب السياسي. سيعود مومن ديوري إلى أرض الوطن ليبدأ في تأليف مسودة كتاب جديد باسم الخيانة الكبرى، لم يرى النور حسب علمي. وبالتوازي مع هذه العودة وبعد سنوات من المنفى والمهاجر، سيبدأ الرجل بالمعاناة وبمرحلة المرض مع السرطان وظهور متغيرات كبيرة على مسرح رفاق الأمس، لتنتهي حياته يوم الأربعاء 16 ماي 2012 عن عمر يناهز 70 عاما، أغلب أيامها في المنافي والمهاجر. باختصار شديد، هي 4 مراحل طبعت سيرة مومن ديوري، أخصبها مرحلة سنوات الرصاص ما بين 1991 1971 وبداية التسعينيات. واجهها الرجل بقلم مشاكس وبكتابات مؤثرة، لقيت انتشارا كبيرا وخلقت له اسما يصعب طيه ويصعب نسيانه، ويدخل بذلك من البوابة الكبرى لتاريخ المغرب المعاصر، مرددا قولته الشهيرة: لست نادما على أي شيء في حياتي. أيها السادة، نأتي على نهاية حلقتنا، لا تنسوا دعمنا في القناة بتعليقاتكم كذلك، وأطيب المنى، وإلى حلقات قادمة بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.